ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به، الهم حديث النفس للشيء، وبعدين يا يفعل يا ما يفعلش. فمن رحمة الله بخلقه أن من هم بسيئة حدث نفسه أن يفعلها ولم يفعلها كتبت له حسنة. ليه؟ أم قال لك لأن مدام ذهنه انشغل ووجد منه دافع يدفع ما في ذهنه، يبقى ده إيه؟ غير اللي ما عندوش فكرة خالص، إنما ده نفسه حدثته بالشيء وبعدين راح إيه؟ كذب نفسه عليه، يبقى قال نكتبها له إيه؟ العبارة هنا في القرآن جاية في أمن، المراودة كانت منها له والامتناع، مراودة منها وامتناع منه يبقى مفاعلة، يبقى فيه اثنين عمالين بيصطيعوا في شيء. فأحد الاثنين اللي هي امرأة العزيز قال الله في حقها ولقد همت به، من ناحية الأمور الايه؟ انتهت. طب من ناحية الطرف الثاني وهم بها، لو قال وهم بها يبقى فيه مساواة، ده حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل، إنما هناك قال ولقد همت به وانتهى الأمر، لكن هنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى هتحل العبارة كده، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. كلمة لولا قلناها زمان أنها حرف امتناع لوجود، لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى أنا أتيتك ولا ما أتتكش؟ ليه امتنع مجيئي؟ لوجود، يبقى امتنع لإيه؟ يبقى فيه اسم حرف امتناع لإيه؟ لوجود. عال أوي. لولا برهان ربه، يعني من ناحيتها هي إيه؟ ولقد همت به وانتهى المسألة بتاعتها انتهى. وهو وهم بها لولا أن رأى، يبقى ولولا أن رأى برهان ربه إيه؟ لهم بها. على قضية لولا يبقى ما همش، يبقى إيه؟ ما همش. كيف غاب عن الذين يقولون ده الهم يوجد منه قضية الشرط في الإيجاد والامتناع؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم. الله، طب ما كان يقول ولقد همت به ولم يهم بها ونخلص من الربكة دي، مش كده ولا لا؟ أما قال لك لا، ما تديش اللقطة المطلوبة، لأنه هو همت به لأن عندها نوازع العمل، ويمكن هو عنين ولا اتخض عشان سيدة مش عارف هي اللي طلبت، فراحت الرجولة بتاعته قائرة ايه ايه ما عادش. يبقى لما يقول وهمت به وما هم بها ما تديش. ليه؟ لجواز أن يكون المانع من الهم أمر طبيعي أو أمر طارئ لمفاجأته بهذه المسألة من سيدة، يبقى ما تديش. ولكن الله يريد أن يقول إن يوسف اللي بلغ أشده وبلغ نهاية نضجه كامل الرجولة والفحولة، فلولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم، لولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم. يبقى مش نقص فيه ولا نقص في تكوين ولا الموقف خد ولا صعب عليه. اذا لو ان القرآن يريد عدم الهم على الاطلاق من غير شيء يقول ولقد همت به وما هم بها وتخلص الآية ولا ما تخلصش، لكن وما هم بها نفي الحدث لا يستلزم العفة والعصمة، لجواز ان يكون عدم الهم راجع الى طب، ومش يصح ان هو ما يهمش لانه ما يفكرش في الحكايه دي، ده غلامها والقدام اللي عندها والتابع ما تجيش بقى. اذا برهان ربه سابق على الهم، وليه البرهان؟ الهم لا يسبق، واحد اهم ولم يصنع نقول له البرهان تذكرته بعدين. لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما قرأ الهم إلا على مليء بالله، إنما هو هم. وبعدين قال الله لكن ربنا قال كذا وكذا وكذا، هو من الأول ما همش عشان عارف إيه؟ إنه برهان ربه. يبقى المسألة بتاعتك ما تتحلش. أولا أبطال القصة امرأة العزيز أدوها ويوسف
والنسوة اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها قالوا لهم تعالوا طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه خلاص. وشاهد والشاهد مش كده والعزيز نفسه خلاص وربنا والشيطان كل دول تضافرهم على ان يوسف ما عملش حصلش منه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته وقالت وما ابرئ نفسي من النفس والان حصحص الحق. الله يبقى هو قال وهي ايه يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه خد كلام الخصوم او المحايدين. هي قالت ايه انا راودته والان حصحص الحق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب يعني ما قلتش كلام عليه برضو دل على انها بتحبه لم اخنه بالايه بالغيب. ادي واحد. طب والنسوة مرضيش يخرج من السير قال له ايه اسأله ما بال النسوة التي ان ربي بكيدهن عليه اولم يكن ساعتها والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. خد بالك شوف الشرط هنا الا تصرف عني كيدهن اصبو. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال إن مش قال الا تصرف عني كيدهن افعل فيهم واعملهم لا اصبو بس اصبو واعمل او ما اعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف الا تصرف عني كيدهن اصبو قال فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ يبقى ما صباش. يبقى عندنا شهادة مين الان؟ شهادة امرأة العزيز وشهادة مين؟ ولقد همت به وبقى دي واحدة. يبقى هي قالت النسوة قالت ما علمنا عليه من سوء مش قال ما إذ روضتن يوسف عن نفسي سألهم الملك قالوا ما علمنا عليه ايه؟ ما علمنا عليه من سوء. طب وربنا قال ايه؟ قال في حقه ايه؟ قال فصرف عنه كيدهن. يبقى خلاص انتهت المسألة من جهة. طب والشيطان؟ الشيطان نفسه وانت اكثر من الشيطان. الشيطان نفسه عمل ايه؟ ام قال هو صرف عنه ربنا صرف الكيد. يبقى المسألة دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغلب. طب هو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركة ولا بيدخل مع خلق الله في معركة؟ يدخل مع خلق الله في معركة انما ما يدخلش مع مش ممكن. ولذلك قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته. يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ بيتحدى الخلق. نعم انه من عبادنا المخلصين. انه من عبادنا الايه؟ دي برضو رد على الشيطان رد على شهادة الشيطان لان الشيطان قال الا عبادك منهم الايه؟ يبقى مش حاجة ناحيته. يبقى مدام هو من المخلصين والشيطان باقراره قال الا عبادك منهم يبقى ما جاش ايه؟ يبقى دي شهادة من مين كمان؟ ولقد همت به وهم بها. الشاهد قال ايه؟ ان كان قميصه يبقى برضه في صف في صف ولا مش في صف؟ بعد كل هذه الاشياء يجي واحد يقول لي لا ده هم وما همش ومش عارف ايه. لولا ان راى برهان ربه. وبرهان ربه ما هو البرهان؟ البرهان هو الحجة على الحكم. ربنا مش بيقول ان احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة؟ يبقى البرهان انه ارسل الرسول مؤيد بمعجزة وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ الملك.